أكد سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال في تصريح خاص لمركز الأخبار أن الوزارة تحرص بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية لمواصلة تنفيذ العديد من المشاريع المهمة في المرحلة القادمة، خاصة في محافظة المحرق، والتي من شأنها أن تحسن وتخفف الحركة المرورية بشكل أفضل. وأشار الحواج إلى استمرار تكاتف الجهود مع مختلف الجهات المعنية ذات الاختصاص من أجل تطوير البنية التحتية بالمملكة وشبكة الطرق، باعتبارها أحد المحاور المهمة التي تعزز إسهامات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم، والمتابعة المستمرة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. الصندوق السعودي للتنمية أيضا سيتم تنفيذ في المرحلة القادمة مشاريع مهمة في منطقة المحرق، مداخل المطار بجسور تحسن الحركة المروية إلى المطار، وأيضا هناك مشروع مهم الشارع الشمالي في لبسيتين، والذي سيتم تنفيذه بأربع مسارات لكل اتجاه، وهي سيتم يعني طرح مناقصته إن شاء الله قريبا، بالإضافة إلى الجسر الرابع الذي يربط منطقة لبسيتين بمنطقة خليج البحرين.